36 pulley is the opposite figure shows a resolver connected to the arms of the manometer that contains two immersible liquid X and Y. بقول if the density of the liquid X is double that of the liquid A, Y. ناخد المعلومة ده يعني الـ density بتاع الـ X equal to density بتاع مين Y. بقول is double that of the liquid Y. Then the pressure P. The pressure P in the reservoir equal. يبقى الـ pressure بتاع الجهاز يا شباب. هاخد الـ point D واخد الـ point D. هسمي D1 واسمي D2. وأقول الـ pressure at 1 equal pressure at 2. طب الـ pressure at 1 ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن الـ pressure بتاع الجاز plus الـ rho gh ده. يبقى هنا ده الـ pressure بتاع الجاز plus الـ rho x في الـ g في الـ hx اللي هي تقريبا h. هيبقى equal هنا كده الـ atmospheric pressure اللي هو plus الـ rho. طبعا الـ rho بتاع مين؟ الـ y في الـ g في الـ hy اللي هي 2h. تمام كده يا شباب. طيب ما احنا عارفين ان الرو اكس ب 2 ايه ب 2 رو واي ماشي. يبقى انا هشيل الرو اكس ده او هاخد الجزء ده اوديه الاول اليمه الثانيه بالايه بالنيجاتيف واشيل الرو اكس واحط مكانها 2 رو. يبقى في الحاله دي البريشر بتاع الجاز هيبقى ايكوال هنا كده اتبقى لي الاتموسفيريك بريشر بلس الجزء ده كده كله اللي هو رو واي في الجي في 2 اتش. فهنخلي 2 في الاول واخد الجزء ده وادي لي يمه الثانيه بالنيجاتيف بس انا هشيل رو اكس واحط مكانها 2 رو واي. يبقى هنا 2 رو واي في الجي في الايه في الاتش. طيب ما 2 رو واي جي اتش وده 2 رو واي جي اتش وواحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف فالاثنين يروحوا مع بعض. هيتبقى لي هنا ان البريشر بتاع الجاز هيبقى ايكوال الاتموسفيريك بريشر. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين الدي. نيجي ل 37 37 بولي يا شباب. بولي the opposite figure shows a mercury manometer pinning used in the measure the pressure of the gas enclosed in the reservoir then ده الـ atmospheric pressure اهو. عايز مين؟ عايز الـ pressure هنا كده. طيب هنا في الحالة دي الـ pressure هنا هيبقى equal الـ pressure ايه هنا. طيب الـ pressure بتاع الجاز اهو هيبقى equal الـ atmospheric pressure plus مين الـ height. طيب الـ atmospheric pressure هو مديها لي كام؟ 770 plus الـ pressure هو هنا كده كام يا جماعة؟ هنا كده 50 لحد هنا كده كام؟ 150. يبقى 150 minus 50 يبقى ده كده بكام؟ 100. يبقى هنا هتبقى plus كام؟ plus 100 plus كام يا جماعة؟ 100. طبعا بالكالكليتر 750 plus 100 بالكالكليتر هتطلع 850. طبعا احنا شغالين بالملي يبقى مليمتر mercury. يبقى 850 يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين الدي. طيب تعالوا نشوف بقى. قال لي the gas pressure is decreased 20 millimeter. ده هو اصلا كان كام يا جماعه؟ كان هنا كان 850 فهيقل 20. يبقى معنى كده ان البريشر في الحاله دي البريشر بتاع الجاز الجديد هيبقى 830 ده البريشر الجديد HG. طيب هنا عايز ريدنج. يبقى انا في الحاله دي انا محتاج مين؟ محتاج اجيب الفرق في الهايت. الفرق بين الهايت ده طبعا لما البريشر ده البريشر ده يا شباب هيقل البريشر بتاع الجاز هيقل ايه اللي هيحصل؟ ده كده هيبدا يطلع لفوق وده كده هيبدا ينزل لتحت والحته اللي ده هينزلها هي نفس الحته اللي ده هيطلع. يعني ده لو نزل 10 ده هيطلع 10. انا محتاج اجيب الفرق في الاتش. اولا هجيب البريشر بتاع الجاز الجديد هيبقى ايكوال الاتموسفيريك بريشر بلس مين الدلتا اتش اللي هو فرق في الهايت. طب البريشر الجديد اللي هو ده اللي هو 830 ماشي. البريشر كان 850 وبعد كده قل 20 يبقى البريشر هنا في الحاله دي 830. طيب هيبقى ايكوال اتموسفيريك بريشر اللي هو 750 بلس الدلتا اتش. انا عايز الدلتا اتش. طيب الدلتا اتش في الحاله دي هيبقى ايكوال يا جماعه ده ماينس ده يعني 830 minus 750. هبدا اجيبها بالكالكليتر هتطلع كام؟ هتطلع 80 سنتيمتر. طبعا الفرق هنا 80 سنتيمتر يعني الفرق من هنا لحد هنا كده لان ده هينزل شويه وده هيطلع شويه هيبقى الفرق بينهم كام؟ الفرق بينهم 80. يبقى انا عايز فرق بين التو ارمز 80. هنا 60 minus 40 يبقى الفرق هنا 20 يبقى ده ما تنفعش. هنا 100 minus 40 يبقى الفرق هنا 60 يبقى ده ما تنفعش. طيب تعال نشوف اللي بعدها.
هنا 120 minus 60 يبقى الفرق هنا كام يا جماعة؟ يبقى الفرق 60، يبقى ده ما ينفعش. هنا 140 minus 60 يبقى الفرق هنا 80، يبقى هو ده الكوريكت انسر ايه بتاعنا اللي هو D. تعالوا نخش على الكويشن اللي بعدين. هنا بيقول لي the opposite figure shows a mercury manometer with uniform cross section area. All one of its arm is connected to reverse connecting a closed gas. When the tap K is opened. طبعا لما tap K ده هيفتح ايه اللي هيحصل؟ فالجاز ده هيخرج لبره. بما ان الجاز ده هيخرج لبره يبقى البريشر بتاع الجاز ده هيبدا يقل، فالميركر ده يبدا يعمل ايه؟ هيطلع لفوق وده هيبدا ينزل لتحت. طب هو كان الفرق بينهم كام؟ 10. طيب الاثنين هيحصل ايكواليبريم، يبقوا الاثنين قصاد بعض. طب هو الفرق 10، فده كده لو نزل يا شباب نزل كده 5، فده كده هيطلع ايه؟ 5. فلازم ال 10 ده تتقسم على التو تيوبس، ده هينزل 5 وده هيطلع 5، بحيث ايه يبقوا في الحاله دي في حاله ايه؟ ايكواليبريم. يبقى الارم اكس، اولا الارم اكس ده الليكويد هيطلع فيها لفوق انكريز، وقلنا هيزيد بنسبه كام؟ هيزيد بنسبه 5، يبقى ده كده ما تنفعش وده مش هينفع وده برده مش تنفع. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ سي. يبقى هنا كده الليكويد هيطلع كده 5 وده هينزل ايه؟ 5، لان الفرق بينهم 10. فمحدش يقول لي ده هينزل ال 10، لا ما هو هينزل كام؟ هينزل 5، فده يقوم طالع ايه؟ 5. يبقوا في الحاله دي بقوا ايه؟ بقوا ايكواليبريم، فده هيطلع 5 وده ينزل ايه؟ 5. نيجي للكويشن اللي بعديه اللي هو 39. 39 بيقول لي a water manometer is used to measure the pressure in the closed gas is the container shown in the figure. بيقول لي if the mercury is used instead of water. طبعا لو استخدمنا الميركري، الميركري الدنسيتي بتاعته ايه يا شباب؟ بتاعته كبيره، واحنا عارفين ان الـ ان 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 الدنسيتي بتبقى انفرس لمين؟ للهايت. فبما اني هستخدم ميركري يبقى الدنسيتي بتاعته كبيره، يبقى في الحاله دي الهايت هيحصل له يا شباب؟ يبقى الهايت في الحاله دي هيحصل له decrease، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا decrease. نيجي للكويشن اللي بعده، كويشن كام؟ 40. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي the opposite figure shows a gas container connected to one of the arm and the manometer that contains two immersible liquid XY. F يا شباب، F the density of the liquid X is 4 times that of Y. يعني الدنستي بتاع X equal 4 density of A. واي. ناخد بالنا من المعلومة دي مهمة جدا. قال then the difference between the gas pressure in the containers and the atmospheric pressure اللي هو delta P. أولا كده يا جماعة الجاس طبعا البريشر هنا كده هقول equal pressure هنا. البريشر ده 1، ده 0.1 وده 0.2. البريشر عند واي اللي هو بيعادل البريشر بتاع الجاس. البريشر عند 2 بيعادل atmospheric pressure بلس البريشر بتاع الليكويد الأولاني اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو X. اللي هو X يعني رو X. في الجي في الاتش بتاعته هو قال انها اتش بلس طبعا الليكويد الثاني اللي هو واي الدنستي بتاعته اللي هي رو واي في الجي اللي هي جي في الاتش هو قال لي انها 2 اتش. طيب انا عايز الديفرنس، الديفرنس ده معناه ان البريشر بتاع الجاز ماينس البريشر بتاع الاتموسفير، يعني عايز تلتا بي اللي هو البريشر بتاع الجاز ماينس البريشر بتاع الاتموسفير. تعالوا نشوف، هشيل البريشر بتاع الدنسيتي بتاع اكس ده واحط مكانها 4 واي، يبقى في الحاله دي هيبقى 4 واي رو واي في الجي في الاتش بلس ال2 ده هخليها في الاول يبقى 2 رو واي في الجي في الاتش، ده هنا 4 وهنا 2 يبقى في الحاله دي هيبقى ايكوال كام؟ 6، 6 رو واي في الجي في الاتش، يبقى الفرق هنا 6 رو واي جي اتش، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ السي. نيجي لي question to 41. بولي in the opposite figure بولي if the gas pressure is reverse x is equal. ده كده ال pressure بتاع مين؟ بتاع x. قال لي then the gas pressure in y. عايز ال pressure فين؟ في y. أولا يا شباب ال pressure بتاع y أكبر من ال pressure بتاع x بكام؟ ب 10. يعني ال pressure في ال point دي equal pressure في ال point ده. لو قلت ده 1 وده 2 يبقى ال pressure عند 1 اللي هو ال pressure بتاع y اللي هو عايزه equal البريشر عند 2 اللي هو البريشر بتاع x بلس مين؟ بلس الهايت. طب البريشر بتاع x ما هو قاله له 70 كام؟ 76 بلس الهايت اللي هو مديها لي كام؟ 10. يبقى في الحاله ده 76 بلس 10 يبقى 86 طبعا سنتيمتر ايه؟ ميركري. يبقى الكوريكت انسر 78 اللي هي دي.
الكويستشن اللي بعديه. Question 42. 42 bullies object graph figure represents a mercury manometer as uniform cross section area connected with one arm to the container closed by valve and enclosed gas under pressure اللي هو مين 60 سنتيمتر. ده ال pressure بتاع مين؟ الغاز. قال لي given that the atmospheric pressure يبقى ال atmospheric pressure هنا كام يا شباب؟ 76. يبقى هنا ال atmospheric pressure في الحته دي 76، ده ال atmospheric pressure. والبريشر هنا اللي هو 60، يبقى معنى كده ان البريشر بتاع الجاز اقل من الاتموسفيريك بريشر. ماشي. قال لي وين ذا فالف جيتس اوبن. طبعا لو فتحنا البريشر، لو فتحنا المفتاح ده فده اكبر من ده، فايه اللي يحصل؟ فده هينزل لتحت وده هيطلع لفوق. تمام يا شباب، ده هينزل لتحت وده هيطلع لفوق، بس ده هينزل كام وده هيطلع كام؟ الحته اللي ده هيطلعها هي نفس الحته اللي ده هينزلها. فانا هجيب اولا الفرق في الهايت، يبقى انا هجيب دلتا اتش. يبقى دلتا اتش هتبقى ايكوال البريشر بتاع الاتموسفير ماينس البريشر بتاع مين؟ الجاز. طيب البريشر بتاع الاتموسفير كام يا جماعه؟ 76. تمام كده. والبريشر بتاع الاتموسفير اللي هو كام؟ 60. يبقى الفرق هنا كام؟ الفرق بينها هيبقى 16 سنتيمتر. فطبعا 16 سنتيمتر، في ايه اللي هيحصل؟ ال 16 سنتيمتر هيبقى الفرق. يبقى انا عايز من اهو لحد اهو 16، يبقى معنى كده ان ده هينزل 8 وده هيطلع 8، فيبقى الفرق بينهم الاثنين كام؟ 16. يبقى الفرق كام يا شباب؟ 16. ده هينزل 8 اهو، هم كانوا الاثنين في الليفل ده، ده هينزل 8 وده هيطلع 8، فالفرق بينهم ايه؟ 16. طيب هنا ذا ليفل اوف ذا ميركري ان ذا اوبن ارم، ده كده هينزل لتحت فهيبقى ديكريز. ديكريز بكام؟ ديكريز ب 8. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا بي. نيجي 43. 43 بيقول لي بقى، بيقول لي the opposite figure shows a mercury manometer containing a liquid dynasty of Rho. يبقى ده dynasty بتاع Rho. While each of its arm is connected to reservoirs containing different gases X and Y. Then the pressure of the gas X. يبقى هو عايز ال pressure بتاع gas X compared to the pressure of the gas Y. أولا يا جماعة ال point ده equal ال point ده. ده 1 وده 2. فأقول ال pressure عند 1 اللي هو بيعادل ال pressure بتاع الجاز X. equal pressure ده كده 2، البريشر عند 2 اللي هو بيعادل البريشر بتاع الواي بلس الحته دي كده، الحته دي اللي هي الدنسيتي رو في الجي في ايه؟ في الاتش. يبقى رو في الجي في الاتش. طب هو عايز ايه؟ عايز الفرق بينهم، يعني البريشر اكس ماينس البريشر واي، عايز الديفرنس بينهم. فالديفرنس بينهم هيبقى مين يا جماعه؟ هيبقى رو جي اتش. يبقى الفرق بينهم يا شباب رو جي اتش. يبقى الكوركت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ اي. نيجي ل 44. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي the opposite figure shows a mercury manometer. Each of the arm is connected to a reservoir containing an enclosed x and y. Add x و y. بيقول لي then the relation between the pressure x, the pressure of x and y. طبعا اولا يا جماعه هنقول هنا 1 وهنا 2. هنا 1 وهنا 2. البريشر بتاع 1 اللي هو البريشر اكس، والبريشر بتاع واي الحته دي 2 اللي هو واي بلس الاتش. يبقى معنى كده ان اكس اكبر من واي بمقدار مين؟ بمقدار اتش. يبقى البريشر بتاع اكس جريتر ذان بريشر ايه؟ واي. يبقى اكس جريتر ذان واي، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو ايه؟ نيجي للي بعديه. اللي بعديه يا شباب 45. بيقول لي the opposite figure shows a mercury manometer. One of its arm is connected to a reservoir containing a closed gear and the other arm is connected to an open water tank. Then the pressure of the enclosed gear. طيب اولا كده هاخد البوينت دي واسميها 1، واخد البوينت دي واسميها 2، واقول البريشر 2 equal pressure 1. طب البريشر 2 ده بتعادل البريشر بتاع الاير. بريشر بتاع مين؟ الاير اللي هو ده بلس البريشر البريشر بتاع الحته دي كده اللي هو الميركري الرو الميركري في الجي في الاتش ميركري اللي هو اتش ايه ميركري اهو هيبقى ايكوال البريشر 2 ده بيعادل في هنا كده اتموسفيريك بريشر اهو يبقى الاتموسفيريك بريشر بلس مين البريشر بتاع مين الووتر اللي هو الحته دي اللي هو هيبقى بلس رو ووتر في الجي في الاتش ووتر
طيب انا عايز مين؟ عايز البريشر بتاع مين؟ بتاع الاير ده اهو. فهاخد الجزء ده اوديه اليمة التانية بالنيجاتيف، يبقى البريشر بتاع الاير يا جماعه هيبقى ايكوال اتموسفيريك بريشر اللي هو ده بلس الرو جي اتش، بس ده ووتر وده ووتر، واطرح منهم مين؟ الدنسيتي الرو ميركري في جي في الاتش ايه ميركري، يبقى ده كده الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ بي. نيجي للي بعديه كام؟ 46. بيقول لي يا شباب بولي ذا اوبزيت فيجر شوز ا ميركري مانوميتر اتش اوف ايتس ارم از كونكتد تو ريزرفر كونتيننج ان كلوزد جاس اف ذا اتموسفيريك بريشر، ده كده الاتموسفيريك بريشر اللي هو الحته دي. قال لي ذن ذا ديفرنس بتوين ذا بريشر اوف ذا تو جازز الدلتا بي. الفرق بين الاثنين، اولا الفرق بين الاثنين، هنا البريشر هنا ايكوال بريشر هنا، تمام يا شباب؟ فالبريشر في البوينت ده 1 والبريشر ده بوينت 2. 1 ده اللي هو البريشر بتاع الواي، و2 ده البريشر بتاع مين؟ بتاع الاكس، وطبعا بلس مين؟ الهايت. فهو عايز الفرق بين الاثنين الدلتا بي، يبقى الدلتا بي ده هيعادل بي واي ماينس بي اكس، يعني بيعادل اتش، والاتش ده يا جماعه اللي هي 10 سنتيمتر مركري، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا 10 سنتيمتر مركري اللي هو كام؟ 46. نيجي للكويشن اللي بعديه. بولي هنا ذا اوبزيت فيجر شوز تو مانوميتر كونكتد تو ذا جاز كونتينرز ثرو ذا two ايه يا شباب؟ two open A valves. If the two manometer have the different tube radius. طبعا الradius هنا ما بيفرقش معانا لان احنا شغلنا كله على الهايت. قال لي which of the following is reasons for the difference height of the liquid in the 2A manometer. طيب ايه الفرق هنا يا شباب؟ ان حصل في هنا ايه؟ الفرق ليه الهايت هنا اكبر من الهايت هنا؟ الفرق هنا بسبب مين؟ بسبب الدنستي. ده كده الهايت بتاعه قليل، فبالتالي ده هايت قليل، فبالتالي الدنستي بتاعته كبيره. ده كده الهايت كبير، فبالتالي الدنستي بتاعته قليله. يبقى الفرق بقى ان الليكويد واي هيبقى عنده دنستي اقل من الليكويد ايه؟ 2. يبقى تعالوا نشوف هنا الريديوس طبعا ما بيفرقش. الليكويد اوف ذا دنستي مانوميتر 1 هاير؟ لا. طب الليكويد دنستي مانوميتر 1 ليس، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ السي. ده question 72. تعالوا نخش على 78. هنا بولي ميركري مانوميتر A is connected to the preserver containing and closed gases through one of its arms while its other arm is connected to another gas reservoir to one of the arms another manometer B. يبقى انا عندي البريشر هنا متوصل بده ومتوصل بده، ده الاتموسفيريك بريشر. طيب هنا قال لي whose other arm is open to the atmospheric pressure PA. طيب as shown in the opposite figures على حسب ما احنا شايفين، يبقى الجاز بريشر P2 ده كده هيبقى ايكوال ايه؟ اولا يا شباب هقول البريشر في البوينت ده ايكوال بريشر في البوينت ده. طب البوينت ده عباره عن ايه؟ عباره عن B1. طب البوينت ده عباره عن ايه؟ ده P2 بلس 2 هايت. يبقى معنى كده من هنا كده هقول ان البريشر 2 هيبقى ايكوال البريشر 1 ماينس طبعا الرو في الجي في الاتش، بس هنا هي هنا قال لي 2 اتش، يبقى 2 رو جي اتش، طبعا ده ميركري اتش وده طبعا ايه؟ الميركري. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا هيبقى بي 1 ماينس رو 2 رو جي اتش، او بي 1 هيبقى بي 2 هيبقى اصغر من بي 1 بايه؟ برو ب 2 رو جي اتش. طبعا هنا قال لي جريتر وهنا قال لي جريتر، لا هو لزان هنا رو جي اتش، لا يبقى لزان ايه؟ ذا بريشر بي 1 باي 2 رو جي اتش. طيب اللي بعدها عايز بقى؟ قال لي ذا اتموسفيريك بريشر البي اي. اولا يا شباب هنعمل ايه بقى؟ هنقول البريشر في البوينت ده ايكوال بريشر في البوينت ده. طب البريشر ده تعالوا نسمي بي 1 وده كده 2. البريشر في 1 اللي هو بي 1. طب والبريشر في 2؟ البريشر في 2 اللي هو ايكوال ايه يا جماعه؟ اللي هو الاتموسفيريك بريشر بلس رو جي اتش، طبعا ده ايه؟ ميركري. وهنا كده يا جماعه تعالوا ناخد الايكويشن ده. طبعا هنا الـ في الحاله دي هنقول ان الاتموسفيريك بريشر، وعايز الاتموسفيريك بريشر هيبقى ايكوال بي 1 ماينس رو ميركري في الجي في الاتش. هنا بي 1 فين بي 1؟ بلس ده ما تنفعش، بي 1 2 اتش ده ما تنفعش، يبقى انا لازم هشيل بي 1 واحط مكانها ايه؟ هشوف احط مكانها ايه. طيب تعالوا من هنا كده اجيب بي 1، فهودي ده اليمه الثانيه بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى بي 1 يا شباب هيبقى ايكوال بي 2
بلس 2 رو ميركوري طبعا في الجي فين في الاتش. فهشيل بي 2 بي 1 واحط مكانها الرقم ده، يبقى في الحاله دي الاتموسفيريك بريشر هيبقى ايكوال بي 1 هشيلها احط بي 2 بلس 2 رو جي اتش ماينس رو جي اتش. طبعا ده ميركوري وده ميركوري، فطبعا 2 رو جي اتش وده رو جي اتش، يبقى في الحاله دي هيطلع ايه؟ رو جي اتش. يبقى في الحاله دي هيبقى بي 2 بلس رو جي اتش، طبعا ده ميركوري وده ايه؟ ميركوري. ويبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ بي. وده يعتبر اخر سؤال معانا في اسئله التشوز في البارومتر والنانومتر. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا الاسئله. اشوفكم ان شاء الله في الدرس باسكال اللي هو ليسون 6 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.